بعدين بنحكي قلنا سالب تنين في موجب ستة اللي هو الرئيسي ناقص الفرعي، بنحكي سالب تنين ضرب ستة سالب 12 ناقص ناقص، بعدين ناقص في ناقص في موجب ناقص اللي هي هاي 3 في 4 12، بنحكي ويساوي. هلا ناقص ناقص زائد، هلا شو صارت عندنا المسألة؟ سالب 12 زائد 12، يعني زي كأنه على يدين 12 شيكل، معي 12 شيكل، فسديته فصار الجواب صفر. هلا صفر شو يعني صفر؟ يعني منفرد، دلت محددة س طلعت عندنا صفر، فهي شو بتقول انها ايش؟ منفردة. شو يعني منفردة؟ ليس لها نظير ضربي، ليس لها نظير ضربي. هلا شو بدنا نعود نقرأ المسألة كمان مرة وفكر، هل يوجد نظير ضربي للمصفوفة س سالب 2 سالب 3 4 6 ولماذا؟ هلا شو بنحكي؟ بنقول محددة س، بنفتح إشارة المحددة، بنحط المصفوف زي ما هي أول إشي، بعدين إحنا شو بنحكي دائما؟ القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي، القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي، يعني نضرب القطر الرئيسي بعد ما نضربه من ناقصه من ضرب القطر الفرعي، فبنحكي سالب 2 في 6 ناقص 4 في سالب 3. هلا شو بنحكي؟ سالب في موجب سالب 2 في 6 12، هون ناقص، بعدين بنقول هون ناقص في موجب ناقص، فبنقول 3 في 4 12، بيطلع لنا جواب صفر. محددة س صفر منفردة ليس لها نظير ضربي، خلص احنا ما بنشتغلش فيها هذه من مرة. لو طلع الجواب مش صفر لا فيها شغل، أما في لها نظير ضربي، أما إذا طلع الجواب صفر خلص ما فيش فيها شغل. مكملين معك درس النظير الضربي للمصفوف المربع من الرتبة الثانية للأدب والشرعي، أحدد أي من المصفوفات الآتية لها نظير ضربي وأيها لا. هلا عنا معطينا مصفوفتين ألف وباء، كل واحدة لحالها، يعني إحنا بنشتغل لألف لحالها وباء لحالها، يعني ممكن في الامتحان مثلا نجيب لكم واحدة خلص. هلا بنجيب ألف، هذه كيف إحنا بدنا نعرف إنها منفردة ولا لا؟ بنحكي ألف، نحكي أول إشي محددة ألف، نكتب ألف زي ما هي هون، نسكر نكتب المحددة ألف، نحكي القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي، القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي. هلأ شو بنحكي؟ القطر الرئيسي اللي هو هذا نضربه مع بعضه، بعدين القطر الفرعي هذا. هلأ القطر الرئيسي بنحكي 3 ضرب 4، 3 ضرب 4 ناقص 3 ضرب 4 ناقص 1 ضرب 7، 7 ضرب 1، 7 ضرب 1. هلا بنسكر، بعدين شو بنحكي؟ هذه بنعملها هيك، بنحكي 3 ضرب 4 12 ناقص 7 ضرب 1 7، ويساوي الجواب طلع عندنا 12 ناقص 7 اللي هي 5. 5 هذا أول إشي ما دام محددة ألف طلعت عندنا تساوي 5، إذا غير منفردة. غير شو بنحكي؟ غير منفردة. شو يعني غير منفردة؟ لأنها جوابها مش صفر، 5 الجواب، فلها نظير ضربي، لها نظير ضربي. انتبهوا إنه هون بالسؤال بس إنه هو سألكوا عن النظير الضربي، يعني ما قالكوش اشتغلوا أكتر، يعني قالكوا أي أحدد أي من المصفوفات الآتية لها نظير ضربي وأي منها لا. هلأ جبنا ألف كتبناها عادي، كتبنا 3 7 1 4 زي ما هي، بنحكي القطر الرئيسي نضربه مع بعضه ناقص القطر الفرعي، بنحكي 3 ضرب 4 ناقص 1 في 7 او 7 في 1، وبنحكي 3 في 4 12 ناقص 7 في 1 7 ويساوي 5. هلا محددة ألف تساوي 5، الجواب طلع عندنا مش صفر، الجواب عندنا مش صفر، غير منفردة لها نظير ضربي، يعني احنا عم نقدر نجيب لها نظير ضربي، يعني بنقدر نشتغل فيها. هلا بنجيب ب، هلا ب هذه الموجودة هون، نكتب ب تساوي بنحكي محددة ب، احنا بنكتب هي، نكتب نفس ما هي 8 4 4 2، نسكر القوس، بنقول القطر الرئيسي محددة ب، القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي. هلا شو بنحكي؟ القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي، القطر الرئيسي هذا نضربه ببعضه، بعدين القطر الفرعي هذا، نحكي القطر الرئيسي عبارة عن
تمانية في اتنين، تمانية ضرب اتنين، بنحطهم بقوس عشان ما نخربطش، ناقص القطر الفرعي أربعة في أربعة. بنسكر القوس. هلا الجواب بيطلع عنا تمانية ضرب اتنين ستاش، ناقص أربعة في أربعة ستاش، ستاش ناقص ستاش صفر. هلا محددة ب قديش طلعت عنا محددة ب؟ محددة ب طلعت عنا صفر. صفر شو يعني صفر؟ يعني منفردة. شو يعني صفر منفرد؟ شو يعني منفردة؟ يعني ليس لها نظير ضربي. يعني احنا لما جواب يطلع ليس لها نظير ضربي، لما جواب يطلع عنا صفر فيش فيه شغل. لما يطلع خمسة سالب سبعة سالب تمانية سالب عشرة شو ما يطلع رقم له نظير ضربي غير منفرد. أما إذا الجواب طلع عنا صفر زي هاي إذا منفرد. أحدد أي من المصفوفات الآتية لها نظير ضربي وأيها لا. هلا بنحكي ألف عبارة عن ثلاثة سبعة واحد أربعة ب تمانية أربعة أربعة اثنين، تنتين من الرتبة اثنين في اثنين وهي اثنين في اثنين. هلا بنحكي محددة. أول إشي بنشتغل في ألف لحالها ما إلهاش دخل في ب طبعا. بنحكي ألف اللي هي عبارة عن بنجيب إشارة المحددة، هذه إشارة المحددة لأن هذه إشارة المصفوفة، هاي إشارة المحددة بنكتبها. بنكتب القطر الرئيسي اللي هي ثلاثة في أربعة ناقص القطر الفرعي سبعة في واحد، بيطلع الجواب عنا خمسة. خمسة يعني محددة ألف خمسة غير منفردة لها نظير ضربي. هلأ هذه مصفوفة، هلأ كيف نعملها محددة؟ بنحطها بإشارة المحددة، بنحط تمانية أربعة أربعة اثنين، نكتب محددة ب، نكتب القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي. القطر الرئيسي عبارة عن هذا ناقص القطر الفرعي هذا. نحكي 8 في 4 ناقص 4 في 4، فبنقول 16 ناقص 16 ويساوي 0. هلأ محددة ب تساوي 0 منفردة، إذا منفردة ليس لها نظير ضربي. ننتقل للسؤال الثاني. هلأ عنا إذا كانت ألف المصفوفة ألف واحد واحد، ألف واحد تنين، ألف تنين واحد، ألف تنين تنين. هلأ ألف واحد واحد قصدهم إنه يعني ألف قاعدة بالصف الأول والعمود الأول، ألف واحد تنين قصدهم إنه ألف في الصف الأول والعمود الثاني، ألف تنين واحد قصدهم إنه الألف هي موجودة بالصف الثاني والعمود الأول، وهذه ألف تنين تنين قصدهم إنها بالصف الثاني والعمود الثاني. هاي ألف. هلا إحنا هاي عبارة عن مصفوفة ألف، حيث بيحكوا يعني هيك بيكتبوا لكم، حيث ألف، حيث محددة ألف لا تساوي صفر. محددة ألف لا تساوي صفر. إحنا محددة ألف لا تساوي صفر، إذا إيش مالها؟ غير منفردة. إحنا دايما نعرف غير منفردة لأنها لا تساوي صفر. يبقى شو بنحكي؟ لها نظير ضربي، لها لها نظير ضربي. هلا احنا طيب احنا في عنا في عنا قانون للنظير الضربي. هلا النظير الضربي فإن بنكتب ألف فوقيها سالب واحد، هاي ألف فوقيها سالب واحد هذه عبارة عن النظير الضربي. يعني هذه أنتوا لما حدا يسألكوا عنها هاي عبارة عن النظير الضربي لألف أو يعني ب زي ما حكيناها قبل. إيه إلها قانون، إحنا بنقدر نحفظ القانون ونطبقه. قانونها واحد على محددة ألف، واحد على محددة ألف احفظوها. وبنفتح هيك مصفوفة وهلأ بنفهمكم شو بنعمل. هلأ شو بتعملوا أنتوا؟ إحنا ألف عندنا هون واحد 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 اثنين اثنين واحد اثنين اثنين. هلأ شو بنحكي؟ بنبدل هذا المكان على هذا المكان، يعني هذا مكان هذا بيروح وهذا بيجي مكان هذا. هلأ شو بتصير اللي هون؟ اثنين اثنين وألف واحد واحد، شو عملنا؟ بدلنا، حطينا هون اثنين اثنين هون فوق، وحطينا يعني هون بدلنا المكانات. شو بدلنا هون؟ المكانات. شو بدلنا؟ المكانات. هون المكان، بدلنا المكان، وهون بدلنا المكان. شو بدلنا؟ المكان والمكان. هلا حطينا اثنين اثنين هون صارت، وواحد واحد هون لما عملنا بالنظير الضربي. طب هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ بدنا نغير اشاراتهم، بدهم يضلهم نفس المكان. يعني بنحكي 2 واحد بس شو قبلها؟ سالب. يعني إذا كانت موجبة بتصير سالبة، وإذا كانت سالب بتصير لأنه سالب السالب بصير موجب. وهي برضو شو بتصير هون؟ نحكي 1 2 نحكي هون سالب. يعني هاي إحنا غيرنا إيش؟ الإشارات. إشارة غيرنا الإشارة، هون غيرنا الإشارة، احفظوها. هون غيرنا المكان، هون غيرنا المكان، هون غيرنا الإشارة، هون غيرنا الإشارة. هذه بدكم تحفظوها. فالنظير الضربي لألف يساوي واحد على محددة ألف ويساوي ألف اثنين اثنين
واحنا يعني حطينا مثلا هاي بدل هاي، يعني حطينا هاي انتقلت هاي لهون وانتقلت هاي لهون، بعدين هادي هاي وهادي وهاي، هدول التنتين، هدول التنتين شو عملنا فيهم؟ غيرنا بس اشاراتهم، ضلهم نفس المكان. يعني مثلا فرضا ان عندنا هون مثلا 3، شو بتصير هون؟ سالب 3. فاحنا النظير الضربي لي ألف يساوي 1 على محددة ألف ويساوي، نفتح القوس بنقول ألف 2 2، ألف سالب ألف 1 2، سالب ألف 2 1، موجب ألف، موجب ألف 1 1. فهلا إحنا هلا بنحل لكم أسئلة عليهم ونفهمكم. عنا سؤال، عنا أجد النظير الضربي للمصفوفة ألف 1 سالب 2 1 سالب 4 إن أمكن. إن أمكن يعني يمكن إنه يكون في له نظير ضربي ويمكن لا. هلا قلنا إذا الجواب صفر ليس لها نظير ضربي لأنها منفردة، أما إذا طلع عندنا الجواب بالمحددة مش صفر، يعني الجواب مش صفر، خلاص لها نظير ضربي. فإحنا بنحكي الحال، بنكتب محددة ألف أول إشي، بنكتب نحاول نكتب محددة ألف، نقول 1 1 سالب 2 موجب 4، نكتب يساوي موجب سالب 4. هلأ بنكتب 1 سالب 2 1 سالب 4، بنكتب القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي. القطر الرئيسي اللي هو هذا قلنا، ناقص القطر الفرعي اللي هو هذا. فبنحكي 1 ضرب 1 ضرب سالب 4 ناقص 1 ضرب سالب 2 1 ضرب سالب 2. نكتب بعدين نحكي موجب في سالب سالب، 1 في سالب 4 سالب في موجب بسالب، 1 في 4 4 ناقص موجب في سالب سالب، 1 في 2 1 2 عفوا. فهلأ شو بنحكي؟ هلا سالب 4 ناقص الناقص 2، فبنقول زائد الزائد، فبنقول سالب 4 زائد 2، زي كأنه علي دين 4 شيكل، معي شكلين، فبضل علي دين شكلين. فهلا الجواب طلع لنا ليس في صفر، ما دام محددة ألف تساوي سالب 2، هذه ليست منفردة، ليست منفردة، لها نظير ضربي، لها نظير ضربي. بنكمل.